أشعري، أنت أشعري، أنت أشعري صوفي. روح بس. لا 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 الله الله الله، هذا قام يجر هذا. سماحة السيد سليم، سلام عليكم. السلام عليكم أخي وبركاته. ودوري أقول السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير، حياكم الله وبارك فيكم. شيخ سيد سليم، أنا أسألك سؤال وانطلق. الآن يقولون أنه النبي أخرجه الشيطان من صدره أقل عمر، كان هو صبي. طيب الآن عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت. متى جعل عيسى مباركا سيدنا؟ جعله عندما كان في المهد، صح ولا لا؟ نعم نعم. طب الآن أنا أسألك سؤال، الآن أسألك سؤال، هل المبارك وهو طفل أفضل، ولا اللي معه شيطان والشيطان مستقر في صدره اللي بلا شيطان ومبارك أفضل، ولا اللي شيطان في صدره ويوميا عملي له عملية؟ تفضل سيدنا الحبيب. والله إذا أردت أن أجيبك إجابة وهابية فأقول لك أقل إنسان أفضل من سيدنا النبي عنده. الله أكبر. أقل الصحابة أفضل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت إجابة وهابية. أما إذا أردت إجابة وهابية، أريد إجابة أزهرية نبي أودعتك. الوهابية كالصيف المسؤول على رقبتك. الوهابية أزعجتك أنت يا أشعري، أنت يا أشعري، والله أنت لست من الأزهر ولا من علماء الأزهر، أنت ما عندك علم ولا معرفة ولا ولا. وهابية وهابية وهابية، تكلم عن السرد عليك. الوهابية الوهابية وجعتك يا رجل، ما عندك جدتي، جدتي والله أعلم منك. احترم نفسك. لا يحترم نفسه، يحترم نفسه. ما قال شيء، قال الوهابية، وابن باز يفتخر انه وهابي. ايش بيك؟ يحترم نفسه. ما قال شيء، ابن باز يقول انا افتخر انا وهابي. نجب على السؤال وخلاص اسكت. شيخ ابراهيم عليهم، شيخ ابراهيم ترى هاي جي. قول براحتك. خلاص خلص كلامه. لا تأدب على السؤال بدون ما وهابي وهابي. دخل الوهابي. أشعري، أنت أشعري، أنت أشعري صوفي. روح بس. لا 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 الله الله الله. هذا قام يهجر هذا. نعم يا رجال. بدأت تهجر يا أبو أبو عائشة، بدأت تهجر. لا لا يا حبيبي. غلبه الوجه. غلبه الوجه. غلبه الوجه. لحظة بين هات. لا. سي سليم تسمعني؟ نعم. والله سيد سليم، بس أقول لك هذه الكلمة، والله حق لك أن تفخر بعقيدتك. لماذا؟ لو لم يكن كلامك موجع لما قاطعوك، بس أقول لك هذه الكلمة. تفضل. والله ما هو موجع، والله ما هو موجع. أشعري يوجعني، أشعري صوفي، والله ما عندي منهم، والله ما عنده ولا فكرت في كلام. كلام والله العظيم ما عنده كلام، كله كلام وثواني. أنا أعلم أن لديه وعاء لا يصدر منه إلا العواء، أنا أعلم كذا، أعلم ذلك، لكن خليه يتكلم براحته عني وأنا أتكلم. والله أنت اللي تعلم، تعلم مثل الكلب. خلاص. أنت الذي تعلم يا أشعري يا أبو عائشة. هاي الكلمات تحضر البث، ترى نزلك أبو عائشة، هاي الكلمات تحضر البث. أبو عائشة أنا لا يشرفني أن أسمع هذا الكلام، أنا لا يشرفني أني أسمع كلام هذا الرجل. السلام عليكم. ما تشرفوا. اذهب مدحورا، اذهب مدحورا يا شيطان. تفضل شيخ سيد سليم. السلام عليكم. لا قراتم مقالاتي سلسله انا كتبت. نعم. اكبر الهموم الدعويه للنحله المارقه الوهابيه فيها اول شيء لازم يكون اصول النبي كافر، ده نمره واحد. عمه لازم يكون كافر، هو لازم يكون مسحور، يعني انتقاص وايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأضرب لك مثل بسيط حدث معي أمس. طبعاً اللي اسمه الدكتور معاوية كان أبو مالك وأبو كل السلة. الحمد لله رب العالمين دائماً أفحمهم وألجمهم. اللي حصل إيه؟ والله سألوني سؤال، يعني شرط علي اللي هو أبو آدم وأبو عمر المصري، تعال حاول بس. قلت لهم ممنوع، أنا لا أقبل ريكساً، أنتم عندي ريكس وأنا لا أقبل ريكس. اعملوا أنتم بس، لأنه وقفتوا لي بس أربع مرات. اعملوا انتوا بس وانا ادخل بيه عنده.
ايش اشترط شنو؟ قلت له حب عنوان، قال حب اهل البيت، كيفية حب اهل البيت. قلت له حلو. نمرة واحد، انا نتكلم الضيف انقاطعته قبل انسان غلطان وهو ما يتكلمش ابدا، هذه نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، لا يقول لي شخصيا كده انت كذاب، انما يقول هذا الكلام كذب. ما عندهمش منهج علمي، ما عندهمش اسلوب، يقول الكلام ده كذب، لكن ما يقوليش انت كذاب لان انا مش كذاب. قد يكون الكلام كذب مثلا النقل. قال لي حاضر. قلت له تلتزم بالشروط دي؟ قال لا التزم بيه. قلت له على بركه الله. دخل والله اول سؤال لي معاويه، الدكتور معاويه دوا، قال لي اولا ما رايك في معاويه؟ قلت له ما الذي يا معاويه اتى بمعاويه؟ طيب انت بتقول اهل البيت، ايه اللي جاب النقيضين؟ هذا عدو هذا، ايه اللي جابه؟ طبعا فضل يشتم انت كذا وانا هبلغ عنك وبلغ عنك الازهر وبلغ، وفضل يشتم والنائب العام والبتكدر السلم العام في مصر وانا اصحابي شيخ. قلت له يا حبيبي احنا مش زيه، احنا في مصر انا اقدر ادخل على الامام الاكبر الشيخ احمد الطيب واسلم عليه وابوس ايده، وبعد ما ابوس ايده واقعد اتخانق معه اقول له انت اخطات في كذا واخطات في كذا واخطات في كذا، ولا يستطيع ان يطردني لانه قمه في الاخلاق، ولا يستطيع ان يهبز ولا ان يلمز ولا ان يتهمني. هيقول لي انا اخطات في يا ابني، طب وايه الصواب عندك؟ احنا ناس محترمه، احنا ناس احباب اهل البيت، ناس محترمه، مش زيكم ان محمد علي والملك قال راي راي فقط، جواز الاحتفال بالمولد، جماعه اللي هي الكبرى وخطرتوه من الحرم وطردتوه من الجامعه وبهدلتوه. لذلك شوف ربنا نصره ازاي، والله قبل ما يموت رجعوه وكان سيد الكل، وسيدنا الشيخ الشعراوي لما راح زاره فبيقول له بيسلم عليه الشعراوي، كان عازلينه طبعا في الموسيقى، وكان بيته ما شاء الله مفتوح مدرسه يعتبر. فلما راح زار الشيخ الشعراوي قال ايه؟ قال له والله يا مولانا حرموني من ايه؟ من الحرم والجامعه، وهو استاذ في الحرم وابوه استاذ في الحرم وهو استاذ في الحرم وفي الجامعه. فقال له يا مولانا الشيخ الشعراوي، قال له حرموك من الحرم والجامعه وقد جعل الله بيتك حرما وجامعه. دول ناس ما عندهمش ادب، لا اسلوب، لا اخلاق. انا يمكن السيد كان ميسى موجود الله يرحمه، بس عنه اسمه الاخ موسى بلتك وحاجات زي كده زمان، وقمه في الاحترام، ناس عندهم اسلوب. ولذلك ابو عائشه ومعاويه والكلام ده وعثمان الخميس وجماعه والله سبب في تشيع اغلب المتشيعين، يعني هم فعلا يعني الشيعة حقت الشيوخ. ولذلك انا خايف ان يكون انت متفق معايا يا شيخ، واحد يعمل زي الاراجوز كده والناس تشيع على حسابه. فطبعا يعني للاسف الشديد ما فيش اسلوب، انا عايز الاسلوب، عايزك تبقى محترم، يا عم احترمه. طيب اقعد معاه والمجالس بالامانات وبلتك ونقول كلام مع بعض، وتطلع انت بعد ما افحمه تعمل في استوديو وتعمل مونتاج وتقطع من كلام اللي ده مش قيل اللي عمل كده، تقطع من كلامي الردود القاسيه عليه وتجيب انت كلام جديد وتضيفه، لا انا ما اقبلش الكلام ده. قلت له طب رحت انا لا ادعو بمقال هو رام عيسى وطلعت عليه فيديو، اعتذروا وقالوا لا خلاص ما تيجي. قلت لهم ما نقوله في الجلسه ينشر زي ما هو، عايز انت تطلع بصورتك ماشي، لكن بلتك اللي كان في الصوره ولا حاجه، لكن طالع في استوديو وقاعد وعمال يقطع وشيء من هذا القبيل. يا جماعه الادب في الحوار، ربنا سبحانه وتعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أولا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مصطفى في الأساس. يا ابن نبات يقول إيه؟ لا اسمه الخطيب لسان الدين الخطيب قال رؤوف المنام بعد موته، قالوا له ماذا صنع الله بك؟ قال والله لقد غفر الله لي ببيتين قلتهما في سيدنا رسول الله. إيه اللي قالوا؟ قال يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاقه، أيروم مخلوق سناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاقه؟ كل عمل الصالح قال ربنا أكرمني ببيتين. ابن نبات المصري كان يقول نبي أتم الله صورة فخره وآدم في فخاره يتصور، به قيد الطهر الخليلي فانحنت يداه على الأصنام تهوي تكسر، ومن أجله جيء الذبيحان بالفدا وصين دم بين الدماء مطهر، ورد جيوش الفيل عن دار قومهم فلله نصر دون ما سل ينصر. صلى على محمد. هم هدفهم من مولانا، هدفهم يا مولانا، هدفهم يا مولانا أولا لازم يكون والد النبي مشركين، لازم يكون عمه مشرك، لازم يكون هو السحر واتغلب من لبيد، دخلوا حرب وغلبيد هزموا، وهذا هو الشيطان هزموا سيد الخلق والملك اللي معاه. لازم يكون ايه آية التطهير تخص نساء النبي فقط، وأهل بيت النبي انساهم ما لهمش في الآية، برغم ان الأحاديث بتقول يا سبحان ينكرون أحاديث الرسول. والله سمعت الخميس بأذني يقول أن حديث سب معاوية، أمر سب معاوية لعلي باطل، رغم انه هو بيقوله متخصص في الحديث. قلت فعلا قوم يدعون الحديث ولكن لا يفقهون ايه
حديثه. دول يا مولانا انا ابو عائشه اهو موجوده كنا في حقائق الاديان والله قال اللهم صل كنت له الشيخ الفوعان بنتكلم عن من هم اهل البيت والله يا مولانا قال اللهم صل على محمد وازواجه واصحابه حتى الشيخ قال له قال له نصب الشيخ الفوعاني قال له هذا اول النصب فقال ايه ربنا ما قالش صلوا على اله طب وما قال صلوا على ازواجه واصحابه هو قال صلوا على محمد وازواجه واصحابه شوف يتعمد تعمد تام ان يسيء الى اهل البيت او ان ينتقص حقوق اهل البيت دي لي قدوه فيها شيخ الفوزان قال قول اللهم صل على محمد واله وصحبه او صلى الله عليه واله صلى الله عليه وسلم فقط ليه يا شيخ الفوزان قال لانه صار شعار للشيعة يقول الله صل على محمد وعلى ال محمد قلت والله الشيعة بكره يقول الله اكبر نقول ما نقولش الله اكبر لانه صار شعار للشيعة غير الشعار عشان نغير ديننا احنا عشان الشيعة غير شعاركم يغير ديننا فاسم اذا يا مولانا لو مثل البخاري اللي بيؤمنوا به ويقدسوه على القران الكريم هي النبي بيسال عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فانا لما رديت عليهم تعرف حضروا لي البث وعملوا بلاغات فيا وللاسف واحد منهم قال عمل نفسه قال انا استخبارات البسوس وواحد قال لي انا امن البسوس وهذا وعملوا عمايل معايا في للاسف الشديد عشان هذا دكتور معاويه ايوه هذا دكتور معاويه ايوه ما معاويه هذا مصيبه ده تعرف يا ابي مولانا جاب لي حاجه قال لي انت معاويه بن ابي سفيان انت تنكر ده راجل اسلم قبل الفتح وكمان وابو سفيان يشرح للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقال له اني اريد سلاسا اني اريد ان ازوجك سيده النساء ام وحبيبه واريد ان يكون معاويه كاتبا للوحي بين يدي كاتبا بين يدي واريد ان اكون اميرا لجيش لاحارب الكافرين كما حاربت المسلمين قبل اسلامي قلت له يا جهول هذا مطعون فيه وان كان في صحيح مسلم لان ام حبيبه متجوزه من بيته متجوزه قبل اسلام ابو سفيان يا غبي افهم التاريخ يا غبي قال لي اتحداك ان تجيب لي حد طعن في الحديث هذا كذب وهذا افتراء وانت لا تمثل نفسك طعن في الحديث صح طعنه وريته تعرف عاد قال لي ايه قال لي لازم تجيب لي المصدر الان قلت له بص قال لي قلت له سيد سليم مصدر سيد سليم علم سيد سليم في ذاته هو المصادر معاه في قلبه زي ما قال الامام الشافعي علمي معي أينما يممت ينفعني صدري وعاء له لا بط صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق قلت له والله بنبني بنعمل حاجات في البيت عشان نجوز محمد ربنا يبارك فيكم ودعواتكم لي والله الكتب في شوالات الله يسعده الله الكتب في شوالات فقلت أجيب لك من الشوالات يعني يقول لي لا شد المصدر الآن أهو هرب يقول علي أنا هرب قلت له طب يا جاهل يسيبني يوم او حاجه زي كده اللي ما جبتلكش المصدر قوم ادور نت لي الحديث قلت له ما جبتلكش ان مطعون في الحديث وطاعن فيه اكتر من واحد وان ام حبيبه اتجوزت قبل بل هي انه لما جاء ابو سفيان بعد ان نقضوا العهد صلح الحديبيه جاء اليها لم تجلس على فراش النبي ارغبت بالفراش عني ام عني بالفراش قالت انك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا قبل اسلامه صح ايوه قبل الاسلام هو معتقد عادي ان هو اسلم وايد يقول قال تزوج ام حبيبه طب كيف يزوج ام حبيبه زوجه ثاني ولذلك بعضهم هرب عايز يهرب من عايز يكذب القران باي شكل هؤلاء يا جماعه والله ما هم الا ضغمه عملاء صناعه بريطانيه في الاصل ثم تولتهم بعد ذلك امريكا والان ما شاء الله بيعملوا اللي هم عاملينه القرآن الكريم خطأ والرسول خطأ أما أحد بارك الله ومعاوية أهم شيء عندهم أهم شيء معاوية أهم من النبي وأهم من أهل البيت والله عندهم أهم من النبي وأهم من أهل البيت والله أهم من القرآن الكريم بدليل أنا قالوا هالي قالوا أنت عندما تطعن في معاوية إنما وفي يزيد يا راجل والله قال لي عندما تطعن في يزيد تطعن في أبيه اللي هو اللعين وعندما تطعن في أبيه إذا أنت تطعن في رسول الله وعندما تطعن في رسول الله علماء السنة سمعت أخونا أبو عبد الملك الله أكبر كيف سمعتهم مع بعض؟ خلينا نسمع أبو عبد الملك إيش ردك؟ خلينا طول مجال الأخ أبو عبد الملك شلون عمار؟ يا رجل يزيد أدخل الملايين للإسلام هذا يأتي الشخص ويحارب من ينشر هذا لا يحبون يزيد لأنه نشر الإسلام البعض لا يحب يزيد لأنه ينشر الإسلام يحارب والله نشر الدين نشر هذا مو نشر الإسلام نشر الدين بالمنشأ
ليش يزيد ادخل الناس الاسلام ادخل ملايين الاسلام لذلك بعض الملاحد يعني او فرق التي المختلفه لا تحب يزيد لانه ادخل نشر الاسلام لهذيك الله يلعنك ويلعنه يا شيخ الله يلعنك ويلعنه يا بشرك مع ربنا لا اسامحك امام الله لا اسامحك على هذا الكلام امام الله لعنه يزيد غير صحيح المدينه ملعون ويزيد عدد المدينه